بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في المحطة الخامسة من السلسلة بتاعتنا محطات في الأراضي المقدسة، والفترة اللي فاتت إحنا خدنا أورشليم بأربع حلقات تقريبا، خدنا جبل الزيتون وخدنا جنوب أورشليم وخدنا المدينة القديمة أورشليم وخدنا تكملة التفاصيل بتاع طريق الآلام والهيكل وأنا آسف والكنيسة القيامة اللي فيها القبر والجلجسة، وخدنا كمان قرية أو مدينة صغيرة غرب أورشليم اللي هي مدينة عين كرم اللي هي كان فيها ساكن زكريا وأليصابات على الجبال، وشفنا إن عندهم كانوا بيتين، في بيت اللي هو استقبلت فيه العذراء أليصابات وبيسموها كنيسة الزيارة، وفي البيت الثاني جنبه يعني بشوية كده واللي فيه ميلاد القديس يوحنا المعمدان. فلو احنا شفنا كده الخريطة هنلاقي، نرجع تاني نبص على الخريطة، هنلاقي انه عين كارم غرب أورشليم وبيت لحم اللي احنا هنبتدي بيها دلوقتي جنوب أورشليم، جنوب أورشليم. بيت لحم عشان نبقى عارفين هي كانت قرية صغيرة، وزي ما احنا عارفين دي مسقط رأس داود النبي، وجت عنها نبوة جميلة بتقول: وأنت يا بيت لحم لست بصغيرة في ولايات يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الإيه؟ الأزل. مين يقول لي دي فين؟ أنا قلت النبوة قصد وما قلتش الشاهد عشان أنتوا تقولوا لي الشاهد. ها؟ فين؟ ميخا. ميخا، شكرا. يبقى دي النبوة في ميخا، أعتقد ميخا خمسة، يمكن خمسة اثنين: أنت يا بيت لحم لست بصغيرة بين ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. ودي نبوة عن ميلاد السيد المسيح في بيت لحم. وفاكرين طبعا قصة المجوس لما جم لهيرودس في الطرب، وبعدين قال لهم إيه؟ قال لهم: طب استنوا لما نشوف بقى في المولود ملك اليهود اللي انتوا بتحكوا عنه، انا ملك اليهود. قالوا له: لا، ده في حد تاني، واحنا راينا نجمه في المشرق. فراح جاب رؤساء الكهنه والكتبه وقال لهم ايه؟ وقال لهم: اين يولد المسيح؟ فقالوا له: مكتوب. فاذا هم كانوا عارفين والنبوات تمت على السيد المسيح. بيت لحم كمدينة دلوقتي من أكبر المدن الفلسطينية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، وهي فيها أكبر تجمع مسيحي موجود في كل إسرائيل وكل الأراضي الفلسطينية، ما زال فيها حوالي 30% مسيحيين، ودي أكبر نسبة موجودة، لأن في بلاد تانية يكاد يكون مش موجود فيها غير أسرة واحدة ولا حاجة زي كده. فيعني الوضع الوجود المسيحي تقلص كتير في المئة سنة الأخيرة، تقلص كتير جدا في الأراضي المقدسة. فاحنا هنلاقي بيت لحم من الأماكن اللي فيها كده المذاق المسيحي في وسط الأراضي المقدسة. أول ما بندخل هتلاقوا كنايس كده، كنايس متعددة في البلد. طبعا اللي احنا هنشوفه فيها ثلاث حاجات مهمين اهم هنا علشان يعني تبقوا متابعين. احنا وصلنا هنا للمنطقة اهي جنوب غرب أورشليم، خلصناها. هنشوف فيها أربع حاجات: كنيسة المهد اللي هي اللي اتولد فيها السيد المسيح ببيت لحم وملحقاتها، دي كنيسة ضخمة، وملحقاتها جنبها كنايس أخرى، منها كنيسة كبيرة بتاعت القديس جيروم هنشوفها دلوقتي برضو ضخمة،
وبعد كده على بعد حوالي 3 كيلو شرق بيت لحم هنلاقي الكنيسة اللي فيها حقل الرعاة، اللي فيها الرعاة شافوا الملائكة بشرتهم بميلاد المسيح فقالوا طب تعالوا نروح نشوف هذا الأمر اللي ربنا أخبرنا به، وراحوا المغارة بتاعة الميلاد. في كنيسة تانية مشهورة في بطن الجبل، بيت لحم كلها جبال، مناطق كلها جبال، ففي مغاير كتير، هتلاقوا في مغاير كتير، حتى إحنا الدير بتاعنا جوه تحتيه مغارة، كنيسة مغارة تحت الأرض، وعندنا مكان تاني برضو صلينا فيه قداس عبارة عن مغارة في وسط الجبال بيوضبوها ويعملوها كنيسة، فالمغاير كتير الحقيقة. ففي كنيسة اسمها مغارة الحليب، بيقولوا أن العذراء كانت بترضع السيد المسيح فيها، وكانوا موجودين فيها ساعة لما قالوا لهم تروحوا أرض مصر، وبعدين مش عارف نزل نقطة من الحليب فبيضت الصخرة ولا إيه، يعني موجودة في التقاليد المحلية عندهم. وفي دير راهبات لينا هناك، دير قبطي صغير جوه مبنى كده وتحتيه مغارة، وفي كنيسة جديدة بتتبني على اسم البابا كيرلس، كنيسة ضخمة بتتبني، ودي حاجات يعني مش معتادة هناك إن يكون في حد عنده وبيبني وبيعمر. فالكنيسة القبطية على الرغم من الظروف اللي احنا تعرضنا لها السنين اللي فاتت كتير قوي ما كانش حد بيروح، لكن حافظنا على التواجد بتاعنا، وبالعكس بناخد أراضي وبنبني كنايس، طبعا محتاجة تواجد قبطي أكبر شوية. هنا نرجع بقى للصور بتاعتنا دي، أول ما بندخل بيت لحم فيها المناظر الجميلة دي، فيها طبعا مكدسة بالناس، يعني فيها النهاردة بتاع مثلا 30-40 ألف شخص عايشين فيها وزحمة، يعني مثلا جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية، المركز الثقافي المسيحي، هتلاقوا فيه حاجات مسيحية كتير، برضو الحفاظ على الآثار إلى آخر، دي مترانيات وأماكن موجودة في بيت لحم سواء للأروام أو غيره. دي كنيسة المهد. كنيسة المهد زي ما انتم شايفين عاملة زي قلعة كده، فيها سور كبير من بره، هي الكنيسة من جوه ضخمة، هنشوفها دلوقتي، قد هنا مثلا 6 مرات، قد الكنيسة دي حوالي 6 مرات، كنيسة عملاقة كبيرة جدا ومبنية من زمان، ومن يعني وترممت أكتر من مرة، وفيها الموزايك اللي على الحيطة اللي هنشوفه من أيام العصور الصليبية من القرن ال11، وفي الأرضيات حاجات من العصر البيزنطي محافظين عليها برضو موزايك. زي ما انتوا شايفين كده كنيسة اهي، وقدامها ساحة ضخمة كبيرة بيسموها ساحة المهد، ودي اسمها كنيسة المهد، يعني كنيسة ميلاد المسيح. الناس عشان ما تتعبش عينيها وأنا ما عادش أكبر، لو تيجوا قدام شوية هتشوفوا بشكل أفضل، لكن براحتكم، اللي عايز يقعد ورا براحته، لكن لو جينا قدام ممكن نركز بشكل أفضل. الكنيسة العملاقة دي مدخلها من الباب الصغير اللي أنا بشاور عليه ده، شايفين الباب الصغير ده اللي على الجنب، هو ده المدخل الوحيد للكنيسة الكبيرة دي. في كنيسة تانية جنبها من هنا، جنبها كده مطرح منها بشاور بتاعة القديس جيروم، لأن القديس جيروم ده هنحكي عنه إنه هو كان رجل مستشرق من الغرب، عاش فترة طويلة في الشرق، وكان بيعرف لاتيني طبعا كويس، وبيترجم وبينقح، كان بيعرف يوناني مش ما اعتقدش يعني قوي، لكن كان بيترجم حاجات كتير، ومن ضمنها لما جه هنا وعاش في المكان ده حب المكان جدا وعمل مغارة وعاش فيه سنين طويلة، وتعرف على شوية يهود وتعلم عبري، هو كان غاوي يتعلم لغات، وتعلم عبري وعمل ترجمة خاصة به للكتاب المقدس من العبري، وده كان أول مرة حد من آباء الكنيسة يهتم أنه يترجم من العبري، لأن الكنيسة كلها مبنية كانت على الأصل اليوناني الترجمة السبعينية، لكن القديس جيروم بدل ما ينقح الترجمة اللاتينية القديمة راح عامل، يعني كان البابا بتاع روما مكلفه أنه ينقح الترجمة اللاتينية القديمة، لكن هو لقى الحكاية صعبة، قال أنا ترجم أعمل حاجة يونيك مع نفسي، وراح مترجم من العبري مباشرة لللاتيني.
ترجمة كانت لغتها سهلة، فتداولت يعني تداولها الناس وسموها الترجمة الشعبية، لأن الناس حبيتها فسموها الفولجاتا أو الترجمة الشعبية. قديس جيروم كانت مغارته هنا، بس هنا شايفين هنا ده الباب الوحيد اللي الناس بتدخل منه. هنرجع للكنيسة دي بعد شوية، بس احنا الأول هنشوف هنا الساحة الكبيرة، في وشها على طول، يعني أنا عاطي ظهري كده، في وشها على طول البلدية بتاعت بيت لحم، وفي وشها هنا مش عارف قصر الثقافة من الناحية دي، وهنا مباني مساحة كبيرة جدا الناس بتتجمع فيها، زي ميدان كده بس ما فيهوش عربيات. وعلى الجنب هنا هنمشي في الجنب الكنيسة من الناحية دي، يعني كده طبعا الشرق، هنمشي من الجنب الجنوبي ده ونمشي كده شوية هنلاقي زي محلات، وبعد كده ناخد شارع صغير هنلاقي الدير بتاعنا اللي هو فيه دير الراهبات بتاعنا، وجنبيه الكنيسة الكبيرة اللي بتتبني. نمشي كده في الصور شوية، هنا ده الايه، ده اليافطة اللي محطوطة، مكان ولادة السيد المسيح وكنيسة المهد، ده نفس المنظر. مشينا خلص من على الجنب، وده هنا بقى هتلاقوا محلات بتبيع هدايا وحاجات زي كده، بيسموها ساحة المهد، مينجر سكوير. ادي المكان اللي جنب الكنيسة، احنا هندخل الكنيسة بس مش دلوقتي، هنمشي كده مدة لحد لما ناخد يمين ونلاقي الايه، ونلاقي الدير بتاعنا، ويسموه شارع مغارة الحليب، لانه في نهايته كده بينزل حتت، بتنزل وتطلع، وفي اخره الكنيسة بتاعت بيسموها كنيسة مغارة الحليب. هنا انا حبيت بس اوري الاماكن ازاي فيها جبال وفيها سهول وحتت نازلة وحتت طالعة. بعض الاماكن دي واحنا معديين على شمالنا كنيسة المهد، ودي المنارة بتاعتها اهي، احنا ماشيين في الشارع اللي جنبها ودي المنارة بتاعتها، لدرجة انه في بعض الشوارع بيحطوا درابزين زي منحدر جبل الزيتون كده، بيحطوا درابزين في الشارع عشان الناس ما تتزحلقش، لان المنحدرات جامدة جدا. ده الدير بتاعنا، ده المدخل، دير السيدة العذراء مريم الأقباط الأرثوذكس، كنيسة ومغارة العائلة المقدسة. طبعا أي مغارة بيقولوا عليها ممكن العائلة المقدسة تكون إيه، قعدت فيها، سكنت فيها، عدت عليها، يعني هناك المغاير كتير الحقيقة. بعد كده الكنيسة نفسها ندخل كأنك داخل بيت كده، وفي سلم ينزل بينا على تحت، والكنيسة صغيرة تاخد لها مثلا 20 شخص بالكتير، مغارة تحت الأرض. وهنا ده الإيه، دي يعني لو انا عطيت، انا كده في وشي العماره اللي فيها الكنيسه بتاعتنا اللي تحتيها المغاره. على الشمال كده لو انا بصيت على الشمال هلاقي الكنيسه الجديده اللي بتتبني بتاعتنا برضو، يعني انا كده عطي ظهري للباب بتاع الدير، ودي الكنيسه الجديده بتاعتنا اللي بتتبني، مكتوب عليها كنيسه شهداء القرن ال21 والبابا كيرلس للاقباط الارثوذكس، Church of 21st Century Martyrs and Pope Kirillus the Sixth. دي يعني زي ما انتم شايفين المبنى طالع اهوت بتاع الكنيسة الجديدة بتاعتنا. لأن الكنيستين بتوعنا الموجودين، الكنيسة بتاعت الدير دي كنيسة صغيرة قوي، وحتى المغارة اللي احنا صلينا فيها برضو هي ورا المبنى ده بحاجة بسيطة، برضو مش ضخمة، يعني كنيسة صغيرة. دي الشرقية بتاعت المذبح، ده المذبح بتاع الكنيسة اللي تحت الأرض في دير الراهبات، ودي الشرقية. دي المحلات، وجزء منها تلاقي بيحطين هدايا وحاجات زي كده، وده الشارع بطريركية الأرواح. رجعنا تاني للمهد، أنا كده عطي ظهري لكنيسة المهد، حبيت أصور بس الموقف كده. أدي في الوش مكتوب زي ما انتم شايفين ايه، بلدية بيت لحم، يعني زي مجلس المدينة، هي مدينة بيت لحم، من يمكن تاني او تالت اكبر مدينة في المدن بتاعة الضفة اللي تحت السلطة الفلسطينية. في مدينة حبرون اللي هي الخليل دي في الجنوب، رحناهاش، دي اللي فيها قبر ابراهيم وسارة ورفقة ويعقوب واسحاق، دي في الجنوب، وفي بس دي إسلامية، أغلبية اللي ساكنين فيها مسلمين، ما فيهاش تواجد مسيحي تقريبا. وفي مدينة نابلس دي هناخدها إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، دي اللي هي عند السامرة وفيها البئر بتاع السامري.
وفي مدينة بيت لحم، دول أكبر ثلاث مدن في وأريحة طبعا، وأريحة يبقى أربع مدن كبيرة تبع السلطة الفلسطينية. هنا يبقى دي بلدية بيت لحم أهي، وده في وش الكنيسة على طول. لو أنا جيت الناحية دي كده على طول هلاقي حاجة برضو تانية، شايفين؟ جامع في وش الكنيسة، والميكروفونات المعتادة زي ما انتوا شايفين، بدل الميكروفون اتنين، ده في وش كنيسة المهد على طول. لو خدت كمان يمين في حاجة زي مركز السلام بيت لحم، مركز يعني الظاهر للمؤتمرات أو غيره. أنا أخدت كده لفة في الميدان. من الحاجات اللطيفة في بيت لحم الحتت دي كلها، المباني دي كلها تحتها محلات طعمية، فلافل زي بتاعت مصر، والريحة طالعة في الشوارع بين كل محل ومحل، تلاقوا محل. العادات بتاعتهم في بيت لحم قريبة خالص مننا في مصر، والأكل الفول والفلافل والحاجات دي زي المصريين بالظبط، غير البلاد التانية بتاعت إسرائيل. وهتلاقوا الكتابة بالعربي، ويكاد يكون ما فيش كتابة عبري خالص. أدي الكنيسة، أنا لفيت كده لفة كاملة، لفيت الدايرة هنا، أدي الباب بتاع الكنيسة، بس زي ما قلت لكم المدخل من على الجنب. رجعنا تاني هنا، ده شارع من الشوارع اللي هي موصلة على الكنيسة بجنب الكنيسة، وأدي الكنيسة تاني أهي. هنبتدي بقى ندخل، هنروح الناحية دي، أدي الباب أهو من هنا. قبل ما ندخل، ده المكان اللي كنا فيه، الأوتيل بيطل على يعني في حتة عالية، وبيطل على حتت واطية خالص. ولو احنا بصينا كده شمالا هنا أورشليم، يعني أورشليم شمالا كده 10 كيلو، ده الاتجاه بتاع أورشليم. ولو بصينا من في الغروب هنلاقي نفس المنظر اهو. من بعيد هنا هتلاحظوا ان في خط كده بتاع جبال عالية، شايفين خط الجبال العالية دي؟ ده جبال الأردن، دي جبال الأردن، دي صورة وقت الشروق، قبل شروق الشمس بحاجة بسيطة. وبعد كده وكنا رايحين القداس، كان يوم 4 صلينا القداس، فده وقت الشروق، الدنيا هتنور أكتر أهي، والشمس هتطلع من ورا الجبال هناك. احنا كنا واخدين السكة كده ماشي، يعني حتى هتلاقوا الجبال أهي، والشمس نصها طالع من ورا الجبال بتاعة الأردن. دي الجبال اللي ورا البحر الميت، دي الجبال اللي ورا البحر الميت بتاعة الأردن. خلصنا احنا القداس، احنا في صورة واحدة للقداس الحقيقة، أنا هنشوفها في الآخر. بعد القداس رحنا خدنا 3 كيلو شرق بيت لحم، مش عارف الخريطة طلعت ولا لسه، أنا عايز أمشي معها بالراحة شوي. هنا أورشليم وتحتها بيت لحم. أنا مش عارف أجيب مش مكتوب. You're almost done. Click the Add to Chrome button, then click Add Extension to continue. طيب كفاية كده. نرجع تاني للإيه؟
للحاجات اللي على قدنا. المكان ده عبارة عن حقل فيه الرعاة كانوا موجودين، وفي مغارة مفترض إن هي تكون المكان اللي كانوا بيقعدوا فيه الرعاة. حقل كبير وهم مسمينه Shepherd's Field زي ما انتوا شايفين كده. خدوه جماعة الفرنسيسكان برضو شطار وبيعملوا كنايس في الأماكن دي، فهنا عملوا كنيسة مع جوه حقل الرعاة جنب المغارة مباشرة اللي كان فيها الرعاة لما ظهر لهم الملائكة. ده المدخل بتاعها بالظبط اهو، شيبردز فيلد، حقل الرعاة. بنمشي مشوار شوية كده لحد لما ندخل جوه، و ادي الكنيسة في وشنا. مصممين الكنيسة، كنيسة قديمة، مصممينها بشكل لطيف ان هي تبقى زي منورة من فوق وفيها اجراس وفيها الملاك هنا بالمعدن بالبرونز او حاجة زي كده على باب الكنيسة زي بيبشر الرعاة وبيقول لهم انه ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وبعد كده شافوا جمهور الملائكة بيسبح ويرتل ويقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر. دي الكنيسة من جوه برضو يعني معمولة بشكل جميل كده، لأنها بتدخل النور من الفتحات بتاعتها والملائكة بتسبح ربنا. كنيسة صغيرة يعني، وبنقرأ فيها الفصل اللي موجود بتاع الرعاة اللي موجود في لوقا 2. ودي بعض أيقونات بقى للميلاد، وده الرعاة هنا هم بيسبحوا ربنا، وهنا الملاك لما جالهم وبيقول لهم كده. أيقونات موجودة في الأرشاد بتاعة الكنيسة، ودي القبة بتاعة الكنيسة. هنا دي المغارة اللي مفترض انه ممكن يكون الرعاة بيتدفوا فيها في وقت بيسمحوا للناس تدخل تقضي 5 دقائق تصلي ويقعد الجايد التور جايد يشرح لهم المرشد. فادي المغارة هي وعاملينها كنيسة، الكاثوليك هنا حاطين مسبح وعاملينها برضو كنيسة جميلة، وعاملين هنا زي مزوة صغير، وادي الجروب اللي كان موجود قاعد داخل المغارة. بعد ما طلعنا من المغارة دي الكنيسة من الظهر، يعني أنا بصور عطي ظهري للشرق وببص للغرب. ده منظر الكنيسة. وحطينا هنا زي نافورة بالرخام فيها خرفان وفيها يعني مصممينها بشكل ان الرعاة واحد من الرعاة والمية طالعة من هنا من بق الخرفان وغيره. دي خريطة البيت لحم مش هتهمنا كتير. نرجع تاني لكنيسة المهد. دي المنارة الصغيرة دي اتبنت حديثا فوق المبنى، لكن هي زي ما تشايفين الكنيسة عاملة زي قلعة ضخمة. الأسوار دي أسوار من الخارج غير الكنيسة من جوه، يعني عاملة زي الأديورة القديمة كده، فيها أسوار ضخمة من بره ومن جوه تلاقي الكنيسة بقى بتاعة الدير. فدي الأسوار الكبيرة اللي من بره، بعد كده ندخل باب في باب لحد لما ندخل الكنيسة. هنا الباب الصغير اللي قلت عليه الناس بتدخل منه، فيش غيره الباب ده، المدخل ده أهو. واضح هنا كان في اصلا بوابه قديمه، شايفين البوابه دي؟ ده بوابه قديمه وبعد كده بوابه تانية، لكن الحاجات ديت مع العصور وعشان لحمايه الرهبان اللي كانوا موجودين والناس كانوا بيقفلوهم ويضيقوا زي ابواب الاديوره كده، تلاقي الاسوار ضخمه والباب صغير خالص علشان يسهل ان هم يتحكموا فيه ويقفلوه يعني ويحموا نفسهم شويه. ده المنظر بتاع المدخل، دي المنارة الحديثة
وهنبتدي ندخل بقى الكنيسة. قبل ما ندخل هم عاملين هنا مشروع ترميم وبالسقف والنوافذ وغيره، وخلصوا لحد هيخلصوا في ديسمبر يعني السنة دي. وهنا عاملين شكل كروكي للكنيسة نفسها، يعني الكنيسة من جوه زي كاتدرائية، زي ما انتم شايفين كاتدرائية عملاقة على شكل صليب. النقط دي أعمدة، أعمدة احنا هنشوفها واحنا لما ندخل جوه الكنيسة. دي أعمدة، شوفوا كم عمود أعمدة، مش عارف 12 ولا 13. وهنا المدخل الكبير ده، وهنا المكان بتاع الميلاد تحت الهيكل هنا أو حاجة زي كده في الحتة دي هنا بالضبط، ده مكان الميلاد تحت الهيكل، بندخله من هنا ونطلع من الناحية التانية من تحت الهيكل. أدي الدخول، شايفين باب ضيق خالص وصغير، ده قبل ما ندخل على طول. هنا دي الكنيسة التانية بتاعت القديس جيروم، هنشوفها بعد ما نخلص كنيسة المهد. ده بعد ما دخلنا هنا، ده بره وإحنا كده جوه. ودي آثار الأبواب القديمة، حطيناها كلها مع بعضها زي ما أنتوا شايفين، منقوشة بالخشب القديم. بعد كده دي الكنيسة، ده الفولت الكبير بتاعها كله بالخشب القديم مترممة يعني، كلها زي ما انتوا شايفين زي أناديل نازلة من فوق. ودي الأعمدة، صف وراها صف تاني زي ما شفنا، صفين أعمدة شايلين السقف. والكنيسة من هنا كبيرة خالص. طبعا هنا الأبيض ده هما بيعملوا ترميم لحامل الأيقونات، فدي مدارية على حامل الأيقونات، ده زي بلاستيك علشان هنشوف جزء من حامل الأيقونات هنا. الأعمدة زي ما انتوا شايفين لما رمموها طلعت ان فيها أيقونات لقديسين مرسومين على الأعمدة، زي ما انتوا شايفين الأعمدة في هنا وهنا، وهنا برضو من فوق في ملائكة وفي أيقونات قديسين، ده بالموزايك. دي حاجات كلها أثرية من القرن الـ12. زي ما انتوا شايفين اهو، ادي الأعمدة صف، ودي صف تاني، والشرقية بتاعت الكنيسة هناك اهي. الكنيسة يعني ممكن تستوعب 1200 واحد مرتاحة خالص، ضخمة يعني، أطول وأعرض من الكنيسة المرقوسية في اسكندرية اللي أنا كنت بصلي فيها. الحقيقة كان يوم، يعني كان يوم كيبور اليوم ده اللي احنا رحنا فيه، فكانت إسرائيل قافلة وكل المزارات اللي فيها قافلة، فالناس كتير بقى، كل السياح اتجمعوا في بيت لحم، فكان يوم زحمة للغاية. علشان ندخل المغارة بتاعت الميلاد فضلنا واقفين 4 ساعات بنلف في الكنيسة كلها حرفيو كده علشان ناخد طابور وندخل، كانت مدة طويلة خالص. أنا طبعا يعني انتهزت الفرصة، قعدت أصور بعض الصور هنا، دي أيقونات ومكتوبة باللاتيني ومكتوبة باليوناني على بالموزايك، لما رمموا أبرزوا الأيقونات دي اللي ما هي من القرن الـ12. ادي احنا كان الطابور بيبقى واخد بين الصفين الأعمدة مجموعات من البشر بتتحرك من هنا وجاية كده غربا، وبعد كده هتلف وتطلع تاني في الممر اللي الناحية التانية. دي خدنا فيها 3-4 ساعات. دي بعض أيقونات من اللي هي موجودة على وفيها رموز وفيها كلام، أعتقد في حاجات رموز من سفر الرؤيا وفي نصوص من الإنجيل بالموزايك. برضو دي حاجات فيها الرسل لاتيني أعتقد اللي الكلام المكتوب. دي ناس كانت قاعدة مستنية، فإحنا لو دخلنا كده بصينا هنلاقي ورا الستر ده في حامل الأيقونات أهو. حامل الأيقونات باين بالأيقونات الفضة بتاعته. لسه الترميم مفروض ينتهي في كانون أول اللي هو ديسمبر اللي إحنا فيه ده، يكونوا خلصوا الترميم والحاجات دي تتشال، وحامل الأيقونات بيزنطي يظهر
بشكل جميل. هنا زي ما انتم شايفين على الأعمدة في أيقونات لأنبياء وقديسين. هذه المنظر تاني اهوت من قدام، دي المنطقة اللي هي قدام على طول، يعني قلب الصليب، الديل الصليب كله ورا، وهنا هنا الأيقونات بتاعت حامل الأيقونات، وهنا ده الجناحين بتوع الصليب، والسلم الصغير ده اللي هو زي الإمبل، حاجة بيوعظوا من عليها، كان يطلع الوعظ زي ما موجود في الكنائس الأثرية في مصر. هنا السقف، وده شكل السقف وتيجان الأعمدة، سقفة من الخشب، وهذه الأعمدة اللي شايلة القمر الكبير والأسقف كلها من الخشب. ودي الأيقونات، صفين من الأيقونات، في تحت كمية برسومات ونقوش وآيات، وفوق ملائكة، في 7 ملائكة يمكن، 4 من ناحية و3 من ناحية، على اعتبار أن الملائكة لهم علاقة وثيقة بميلاد السيد المسيح لما ظهر وسبحوا ربنا وأرشدوا الرعاة. دي الناحية الثانية، دي فيها صف الملائكة. دي من على الجنب، الجناح البحري، في أيقونات موزايك. الأيقونات الموزايك دي فيها مثلا، دي أيقونة القيامة، السيد المسيح بيقول لتوما تعال حط إيدك، وهنا التلاميذ، ده لما ظهر لهم في العلية. وهنا أيقونة حلول الروح القدس على التلاميذ وفي وسطهم الست العذراء، أو لا مش حلول الروح القدس، دي أيقونة الصعود، بس في جزء منها من هنا راح. وهنا التلاميذ والست العذراء، وهنا الملاكين اللي جم يقولوا لهم أنتوا مالكوا بتبصوا فوق، السيد المسيح زي ما صعد قدامكم دلوقتي على السحاب هيجي تاني على السحاب. فدي أيقونة الصعود، دي أيقونة توما. ده على الجدار الشرقي من الجناح البحري للكنيسة. ده في بعد ما بنطلع، يعني على يميننا هنا مغارة الميلاد، تحت لما بنطلع حاطين الأيقونات دي. دي أيقونة توما بالتفصيل شوية، ده أيقونة الصعود بالتفصيل شوية. دي بتورينا يعني مثلا، ده أعتقد القديس متى، مرسومين على الرخام مباشرة، والألوان دخلت في الرخام وثابتة في الرخام. أعتقد ده القديس متى، وده القديس يوحنا ثيوفوروس، أو يعني مش باين من ناحية تانية. ده عرش، ده كرسي بتاع الأسقف، ده جزء من حامل الأيقونات اللي لسه بيترمم، زي ما انتم شايفين معمول بشكل واضح انه حامل أيقونات بيزنطي، ومعمول بالفضة، الأيقونات متغطية بالفضة، ده السيد المسيح وده يوحنا المعمدان. ده يمكن قديس أرسانيوس أو حاجة. في أيقونات كتير قوي، كنيسة زي ما انتم شايفين ضخمة، ده الإمبل أهو، عندنا شبيه بيه في الكنيسة المرقسية في اسكندرية، ده الإمبل اللازق في الحيطة بيطلع بسلم والناس توعظ من عليه، وده ده ديل الكنيسة من هناك يعني، ده أنا باصص عاطي ظهري للشرق وصورت، ودي الكنيسة بطولها أهو. ده القبة بتاعت الكنيسة كلها مرفوعة بالخشب، القبة الوسطانية بتاعت الكنيسة. ده زي مقصورة بتاعتنا، بتاعت الكنيسة القبطية، وبنقدر نصلي فيها قداسات، يعني بيحطوا هنا لوح مقدس، ولينا أيام معينة في السنة بنصلي فيها قداسات، محطوطة في الجنب البحري من الكنيسة. ده المكان اللي الناس طالعه منه برضو من الناحيه البحريه، الناس تدخل من الناحيه القبليه وتطلع من الناحيه البحريه، من الساوث تطلع من النورث. وده الامبل بصوره مقربه منه. هنا الارضيه بتاعت الكنيسه الحاليه مستوى الخشب ده،
الموزايك ده بتاع الأرضية بتاعت الكنيسة السابقة اللي كانت في العصر البيزنطي في القرن الرابع والخامس. فبيلاقوا حاجة بيحافظوا عليها، طبعا الأرض ارتفعت واتبنت الكنيسة فوق القديمة، لكن حافظوا على الموزايك اللي موجود. وهنا طبعا دي تيجان الأعمدة جميلة جدا بالنقوش بتاعتها، أعمدة رخام، لكن القمر خشب. دي الأعمدة الرخام اللي شايل السقف ورفع القمر خشب. دي أيقونة الماري جرجس على باب الكنيسة الغربي، ودي صورة من مدخل الكنيسة. ده طول الكنيسة بقى كله. دول ثلاث ملائكة هم، ودي المكان أثري برضو، الأرضية بتاعت الكنيسة بالموزايك. واضح أنه استعمال الموزايك كتير في الأراضي المقدسة، لأنه الأماكن فيها جبال، فبسهولة بيقدروا يطلعوا الصخور الصغيرة دي ويعملوا موزايك. ده على الباب بتاع المدخل بتاع المغارة الميلاد، حاطين أيقونة الميلاد. دي أيقونة لدخول السيد المسيح أورشليم، موزايك على الحيطة. وهنا بعد ما بندخل كده نوطي وننزل بقى من تحت، علشان ننزل تحت الهيكل نلاقي المغارة بتاعت ميلاد. هنا محطوط بقى مقصورات كتيرة، كل كنيسة ليها يعني مكان. هنا ده المكان بتاع الميلاد. تحت هنا عاملين علامة، عاملين زي حاجة تذكارية بالرخام لمكان ميلاد السيد المسيح، برضو مكان مهوب جدا يعني. وحاطين هنا أيقونات لحياة السيد المسيح. ده المكان اهو تحت اهو المكان ده هو المكان بتاع الميلاد. النجمة دي ده العلامة التذكارية اللي دايما يحطوها للميلاد، وحتى ميلاد يوحنا المعمدان هتلاقوا برضو علامة تذكارية شبيهة يعني. فحاطين أناديل، الأناديل دي زي كل كنيسة ليها أنديل خاص بيها، زي القبر بتاع السيد المسيح برضو. احنا في وسط الأناديل مش عارف لينا أربعة من كام أنديل محطوطين، دول بتوعنا احنا الكنيسة القبطية تدخل تنورهم حسب التقليد اللي موجود. فدي دي المكان بتاع مغارة الميلاد، مكان ميلاد السيد المسيح. وده دي صورة من جوه للأناديل وللأيقونات اللي موجودة تحت قدام المكان يعني. دي شوفوا مجموعة أيقونات حطينا تحت المسبح يعني في عند المنطقة، فيها ملائكة وفيها يعني أيقونات لحياة السيد المسيح. ده بالضبط المكان بتاع الميلاد، وحاطين زي ما انتم شايفين الأناديل الزيت دي غير الأناديل المعلقة في المكان. زي ما قلت دي مقصورة أعتقد بتاعت الكنيسة القبطية، وفيها لنا حق أن احنا بنصلي قداس أكتر من مرة في السنة في المقصورة دي. حاطين فيها طبعا أيقونات وبشارة وشوية حاجات كده متعلقة بينا. خرجنا بره الكنيسة، رحنا ناحية الشمال منها، هنلاقي التمثال ده بتاع القديس جيروم، إيرونيموس، سانت هيرونيموس أور جيروم. وشايفين أنه هو بيكتب، لأنه زي ما احنا عارفين هو عاش في مغارة في هذا المكان وترجم الكتاب المقدس العهد القديم من العبري لليوناني لللاتيني، الترجمة الشهيرة اللي اسمها الفولجاتا أو الشعبية. الكنيسة اللي هما بنيانها باسمه لزقة موازية للكنيسة، الكنيسة كبيرة برضو وحديثة شوية. شوفوا زي ما انتم شايفين كده برضو كنيسة مش صغيرة، بس طبعا مبنية مش بالخشب، بالحجارة الضخمة جدا قبوات. كنيسة كبيرة برضو تاخد لها 1000 شخص. دي بتاعة القديس جيروم موازية للكنيسة بتاعة المهد المشهورة بكنيسة المهد. دي كنيسة القديس جيروم. هنا على يمين الكنيسة، يعني أنا لو واقف كده على يميني كده بالظبط، لو بصيت كده هصور الصورة دي.
الصورة دي في زي سلم نازل هنا، وفي هنا زي مغارة اللي كان عايش فيها القديس جيروم، زي كان متوحد فيها أو وكان بيصلي فيها وبيترجم فيها. دي المغارة بتاعت القديس جيروم. وهنا حاطين زي رسم كروكي لكنيسة المهد وملحقتها، حاطينه كده. أنا هقف هنا فوق السلم وهصور دي، فيطلع لنا المنظر ده. أدي الكنيسة اهي. بيقول هنا حاطط بقى مغارة الميلاد، مسبح المجوس، المزود، الأدراج المنحدرة، كل حاجة حاطينها، وحاطين لها رقم هنا وكاتبين الرقم هنا. واضح؟ للي بقى يعني بيقعد يبحث بقى لأنها كنيسة وليها فروع كده. تاني صورة دي بتاعت كنيسة القديس جيروم الموازية واللزقة في كنيسة الميلاد. وحاطين هنا الآية الشهيرة إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا. في حاجات طبعا حديثة بتتحط، يعني إن طبعا عندنا طوائف كتيرة موجودة وعندنا ثقافات كتيرة بتشترك في المكان، فتلاقي واحد جايب تمثال والتاني جايب أيقونة. الفنون شوية مش متناسقة مع بعضها، مش هنلاقي فن واحد بعينه، هنلاقي حاجات كده يعني متعددة. هذه مثلا يعني يقول لك إيه، مقدمة من أنطون مش عارف مين وامرأته سنة 1926، واحد راح جايب حاجة مقدمها وحطتها. ده تمثال لماري جيرجس محطوط في زاوية كده. أنا بس عشان أدي فكرة عامة للناس بصور أغلبية الحاجات البارزة اللي موجودة. وممنوع إدخال السلاح، ممنوع التصوير التلفزيوني. نشكر ربنا الموبايل النهاردة صغير وبيصور كل حاجة من غير هوسة يعني. ممنوع التدخين، وممنوع استعمال التليفون يعني المكالمات. ده جزء من حاجة يعني حبيت أصورها لكم، محل من المحلات اللي بتعمل تماثيل وأشكال وصلبان من خشب الزيتون، من خشب الزيتون. الزيتون منتشر جدا في الأراضي المقدسة، والخشب بتاعه طري، ممكن الناس بتقعد تشكله، فبيقطعوا الخشب حتت كده زي ما انتم شايفين، وهنا مكن ومناشير بيقعدوا يوضبوا خشب الزيتون ده عشان يعملوا منه تماثيل وحاجات زي كده. طبعا في حاجات في الصين بتتعمل ما أسهلها، لكن لحد دلوقتي الصناعة دي والتجارة دي موجودة في الأراضي المقدسة. إن هم وطبعا بنشجعهم يعني نشتري بعض الحاجات، صلبان معمولة من خشب الزيتون في الأراضي المقدسة وبتتباع في المحلات دي. يعني ده محل هو جوه عنده المكان اللي بيصنع فيه وبيعرض في المنتجات بتاعت خشب الزيتون. مصنع خشب الزيتون، ويعني يا ريت تدخلوا وتشوفوا تور وكده، يعني الناس بتاكل عيش من الحاجات دي. هنروح بعد كده بعد ما خلصنا كنيسة المهد هنروح كنيسة مغارة الحليب، وهي كنيسة يعني فيهاش حاجة غير انها برضو مغارة تحت الأرض. يعني هنشوفها بسرعة كده. ده المدخل بتاعها، حاطين هنا أيقونة الست العذراء وحاطين النصوص من الكتاب المقدس. اللي يعني هم بيفترضوا أنه الست العذراء كانت في المكان ده، يعني يعتبر ده البيت اللي كانوا موجودين فيه. ما هم بعد المزود اتنقلوا على بيت، والحقيقة المكان جنب كنيسة المزود على طول، يعني جنب كنيسة المهد. فبيقولوا أنه هم في البيت ده كانوا بيتين ليلتها، والعذراء كانت سهرانة بترضع عن المسيح. وبعد كده الملاك جه لهيرودس فقام وقال لها يلا بينا دلوقتي الليلة دي، مش هنستنى للصبح. وخد الست العذراء والسيد المسيح وطلعوا على مصر. فهنا وحطت النص
وحطت هنا أيقونة العذراء بترضع السيد المسيح، وبيقول إذا بملاك الرب تراءى ليوسف في حلم قائلا قم فخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، فإن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليقتله. ففي المكان ده بيقول أنه بعض اللبن وقع على الأرض أو الرخام فخلاها أبيض أو حاجة زي كده. المكان فيه زي مغارة بننزل لها بسلم زي ما انتم شايفين، وحاطين بقى برضو الكاثوليك بدأوا وضبوا فيه وعملوا وكاتبين صلبان. بالمناسبة الصليب ده بيسموه الصليب الأورشليمي أو صليب الأراضي المقدسة. الشكل ده بالذات حاولوا ان هم كل الطوائف والكنائس اللي في الاراضي المقدسه تتفق على شكل معين للصليب، لان زي ما انتم عارفين ان كل كنيسه لها تقليد في صناعه الصليب ورسمه. يعني مثلا ده الصليب القبطي، تلاقوا له ثلاث زاويات من كل ناحيه، ده صليب قبطي. الصلبان الثانيه هتلاقي كل كنيسه بتعمل الصليب بشكل معين، لكن كل الكنائس اللي في الأراضي المقدسة قالت إحنا نعمل حاجة مميزة للأراضي المقدسة، فعملوا الصليب ده. ده يسموه صليب أورشليم أو صليب القدس أو صليب الأراضي المقدسة. يبقى مربع كده وفيه أربع صلبان جواه، فيبقى مميز للأراضي المقدسة. ودايما لو حد راح الأراضي المقدسة يلاقوا الصليب بالشكل ده بيتباع هناك، يقول لك ده الصليب بتاع أورشليم أو الصليب بتاع القدس. المغارة بتاعت مغارة الحليب دي بننزل السلم كده، حاطين هنا طبعا رسم بالحفر انه رايحين ارض مصر، يوسف والعذراء والسيد المسيح. وهنا الملاك بيصحي يوسف من النوم وبيقول له يلا علشان تروح ارض مصر. ده المدخل، كل ده المدخل. هنا حاطين ايقونتين، واحدة لإيليا النبي بيقول غيرت غيرة الرب إلى الجنود، وواحدة على اليمين وواحدة على الشمال. واحدة تانية بتاعة كينج ديفيد، داود النبي بيقول جاهدت في سبل الله وقد انتصرت على عداه. مش عارف بالظبط ليه حاطينهم، لكن يعني دول من أنبياء العهد القديم حاطينهم على جانبي المدخل. بعد كده بننزل زي ما انتم شايفين السلم، وآدي المغارة طبعا مميزة بالصليب اهو بتاع الأراضي المقدسة. في المغارة عبارة عن في بعض زوايا وبعض أماكن كده، وحاطين فيها أيقونات وحاطين فيها، يعني بيقولوا إن دي الرخامة اللي بقت بيضة، وده مش معتاد في المكان إن الرخام يبقى أبيض كده، فدي اللي بيقولوا نزل عليها لبن الست العذراء. هنا السماء معمولة بشكل، السقف معمول بشكل كأنه سماء وفيها نجوم. دي المكان اللي معمول مذبح، مطرح مكانة ست العذراء قاعدة. ومن جوه شايفين من جوه، من هنا أنا أصور أهو من جوه، في خمس أيقونات. دي أيقونة دي بره، وده المذبح أهو من جوه المسبح، ده جوه المسبح من تحت، تحتيه يعني الخمس أيقونات دول تحت المسبح ده. من جوه حاطين مجموعة أيقونات من أول خطوبة العذراء ليوسف، بشارة الملك للعذراء، الميلاد، المجوس، والعذراء بترد عن المسيح وبيقول لها يلا بينا على أرض مصر. دول الخمس أيقونات لخمس أحداث في حياة ست العذراء، من أول ما راحت ليوسف لحد لما ذهبوا إلى أرض مصر. دي المغارة اللي صلينا فيها القداس، يعني دي ده قداس قبطي وضبوها كده وعملوا مكان كأنه يعني كأنه كده حامل أيقونات صغير، وفي صورتين هنا للعذراء والسيد المسيح، وهنا ده المذبح، ودي الصورة الوحيدة اللي حد بعتها لي من القداس، وبقية المغارة من هنا. يعني دي مغارة بتاع تسع لها بتاع 50-60 شخص تبع الكنيسة القبطية. خلصنا كده بيت لحم. حد عنده سؤال في بيت لحم؟ طيب هنرجع على ناخد بقى بقية الايه، ناخد النهاردة
ثلاث حاجات تانين إن شاء الله ناخدهم بسرعة. أول حاجة أريح. أول حاجة أريح. لو إحنا جينا لتاني لجوجل ماب، يا رب أعرف أطلعها. أريحة على بعد تقريبا 40 كيلو من أورشليم، شرق أورشليم. آدي هنا أورشليم وآدي هنا جيريكو، يبقى شمال شرق أورشليم. واضح؟ آدي أورشليم وآدي أريحة وهنا نهر الأردن. أريحة بلد ضخم جدا، كانت في زمان في عهد يشوع لما شعب إسرائيل عدى أرض الموعد أول مدينة قابلته هي أريحة. المنطقة دي تحت سطح البحر، أريحة دي 200 متر تحت سطح البحر، أورشليم حوالي 800 وشوية فوق سطح البحر. فلما بنتحرك من أورشليم لأريحة احنا بننزل لدرجة ان احنا في المنطقة هنا، يمكن في الحتة دي كده في الوسط يقول لك هنا مستوى سطح البحر، وبعدين ننزل كمان. فأريحة 200 متر تحت سطح البحر، الأردن 250-270، لحد لما ننزل هنا هنروح آخر حاجة النهاردة كاليا دي على البحر الميت 430 متر تحت سطح البحر، يعني أوطى حتة في الكرة الأرضية فيها ناس. ليه أنا بقول سطح البحر وغيره؟ عشان الجو، كل ما بننزل كل ما الجو يدفى ويبقى حر، كل ما نطلع كل ما الجو يبقى أكثر يعني لطيف ودرجة الحرارة تقل. فمن أورشليم لأريحة، أدي المنطقة بتاعت أريحة. أريحة لو إحنا شفنا الساتلايت هنلاقي آدي جيريكو أهي، ده نهر الأردن أهو. جيريكو هتلاقوها فيها مزارع، منطقة فيها سكان وفيها مزارع، وجنبها من هنا على طول، جنبها على طول من هنا جبال غربها. واضح؟ غربها جبال. ليه أنا بقول جبال؟ إن دي مهمة جدا، لأن هنا جبل التجربة. السيد المسيح اتعمد هنا، الموقع المعمداني ليسوع المسيح، ده المكان اللي انا شرحت لكم فيه اللي هو في الحته دي على قريب من اريحه مش بعيد، وده كان مركز القوافل، كان كل القوافل اللي داخله على اورشليم تتجمع هنا الاول وبعد كده تطلع على اورشليم. اورشليم اهي هنا، لكن كانت مركز القوافل هنا. اريحه اهي، السيد المسيح بعد ما اتعمد طلع عدى كده وراح دخل على الجبل هنا، وكان في مغارة هو قاعد فيها، وكان 40 يوم صايم وطبعا بيصلي وبيجرب من إبليس. دخل في بداية الشغل بقى، اتملى من الروح القدس، مسح بشريتنا بالروح القدس في المعمودية، وبدأ يدخل المعركة بتاعتنا. وأول حاجة عملها هي الصوم، لأنه أصعب أوحش حاجة وقعنا فيها وسببت هلاكنا هي عدم ضبط النفس والأكل من الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر. فأول حاجة عملها السيد المسيح بعد ما مسح بشريتنا اللي هو خدها بالروح القدس، إنه دخل في المعركة مع عدو الخير بالصوم أولا. فالجبال اللي هنا دي هقرب شوية، آدي الجبال اهي اللي فيها السيد المسيح قضى 40 يوم يجرب من إبليس، واتختمت بالثلاث تجارب المشهورة اللي احنا حافظينها وبنقول عليها التجربة على الايه؟ على الجبل. أريحة زي ما انتم شايفين بلد ضخمة، من هنا بنيجي جايين احنا من أورشليم اهوت الطريق اهو، وبعد كده بندخل من هنا على أريحة. أول حاجة هنقابلها في أريحة كنيسة اللي هي عند مدخل أريحة،
اللي كان زكا مستني السيد المسيح عليها، الجميزة اللي كان زكا والمسيح داخل أريحة، كان زكا طالع فوق الجميزة دي. مكان الجميزة فيها كنيسة أروان أرثوذكس، والجميز هناك موجود في الشوارع منتشر. أدي الكنيسة أهي، وأدي ده شجر جميز، الشجر الكبير ده، أدي شجر الجميز، هقرب لكم هتشوفوا الجميز أهو، ده الجميز أهو، عامل زي التين، اللي شاف الجميز يعني عامل زي التين البرشومي بس على صغير، ومش محلي قوي زي التين، هو في تحلية بسيطة بس مش متحلي قوي زي التين، بس ده شجر الجميز أهو، أدي شايفين ده الجميز، واضح؟ شايفين كمية جميز ضخمة. شجر الجميز في المعتاد بيبقى في الشوارع، يعني ما تلاقيش حد بيملكه. البلاد الأرياف، أنا عشت فترة في أماكن تلاقي شجر التوت وشجر الجميز في الشارع، أي حد يهز شجرة ينزل له توت يأكل، يهز الشجرة يلم جميز، وكان الغلابة يلموا الجميز اللي واقع وينظفوه كده ويعرضوه ويبيعوه. تلاقي الست غلبانة قاعدة على في السوق وحاطة جميز، بيبقى رخيص خالص، يعني بيلموه من الأرض ويبيعوه عشان يطلعوا رزق صغير. دي شجرة الجميز، دي شجرة من أشجار الجميز القديمة اللي موجودة في المنطقة طبعا. ودي صورة أوضح أكتر، ودي الجميز أهوت بكميات الجميز ده. الشجرة اللي طلعها زكة طبعا قديمة جدا وماتت يعني، لكن واخدين الجزع الكبير بتاعها وحاطينه جنب الشجرة، الكام شجرة دول حاطينه جوه زي صندوق إزاز كده أهو. دي الشجرة القديمة بتاعت زكة، حاطينها وكاتبين يعني إنها يعني قديمة قوي، حطينا محوطين حواليها وكاتبين هنا القصة بتاعت زك. على يميننا كده على طول هنلاقي الايه؟ مدخل الكنيسة، زي ما قلت كنيسة أروام أرثوذكس، جميلة جدا من جوه ومزينة بالأيقونات الجميلة، البشارة، العذراء والقديسة حنة، ويمكن مريم المجدلية، هتلاقوا أيقونات بقى لطيفة جدا في الكنيسة. دي الكنيسة من جوه زي الطراز الأرثوذكسي يعني العادي، تلاقيه دايما الحوائط متغطية بالأيقونات، والكنيسة مليانة بالنجف والأناديل. دي الأسقف، هتلاقوا هنا الأسقف بتاعتها مثلا، دي صورة التجلي، أيقونة التجلي، ده أيقونة العشاء الرباني، وهكذا. في حاجات أنا صورتها، ودي أيقونة دخول السيد المسيح أورشليم، ودي إقامة لعازر زي ما انتم شايفين يعني. الحاجات دي هنعديها بسرعة. ده القبة بتاعت الكنيسة، فيها السيد المسيح وحواليه الملائكة. دي مثلا عرس قانا الجليل، شايفين أيقونة دي لما قال لهم صبوا المية في الأجران، ده أيقونة التجلي، وده حامل الأيقونات رخامي بتاع الكنيسة، وده المسبح، ده أيقونة الصلبوت على الناحية الغربية، الناحية الجنوبية، هنا الصليب والقيامة والدفن، يعني دي القيامة لو لفيناهم كده، هنا دي أيقونة الدفن، ودي أيقونة الصليب، هما بينزلوا السيد المسيح من على الصليب، ده أيقونة القيامة وهو بيقوم آدم وحواء، تي أناستاسيس أو إي أناستاسيس القيامة، ده أيقونة دفن السيد المسيح، دي أيقونة التناول، العشاء الرباني عاملينها بشكل التلاميذ بيتقدموا كده كأننا زي التناول بتاع دلوقتي يعني. خلصنا الكنيسة، هنطلع احنا هنشوف في أريحة، نسيت أوريكم، احنا هنشوف في أريحة ثلاث حاجات.
هنشوف في أريحة مكان الجميزة اللي احنا شفناه دلوقتي كنيسة الأروام الأرثوذكس، وهنشوف كمان جبل التجربة اللي أنا وريتكم المنظر بتاعه على الجوجل ماب هنا، يعني هنا جيريكو هنا الجبل أهو، بنطلع له من أريحة للجبل بتلفريك، ممكن بعربيات يعني، بس طلعنا بتلفريك. وهنا في دير أرثوذكسي هنشوفه في المكان اللي كان فيه السيد المسيح حسب التقليد المحلي أنه كان موجود فيه. وبعدين في الآخر وإحنا راجعين هنشوف بيت زكا، وده دير إبطي. البيت نفسه معمول كنيسة صغيرة كده، وفي مدفون عيلة زكا وعظام زكا تحت الأرض بتاعت الكنيسة، وحواليه منطقة يعني الكنيسة القبطية واخدها وعاملين مزارع، دير فيه 2 رهبان أقباط. ده اللي هنشوفه دلوقتي. هنطلع الأول ده هنا، ده التلفريك طالع هوت على الجبال بقى اللي هي تعتبر غرب أريحة. يعني احنا الجوجل ماب أهو، أدي أريحة وهنا الغرب وهنا المكان المعمودية. فالسيد المسيح طلع من المعمودية على طول على الجبل هنا ليجرب من إبليس. ده المكان بتاع التجربة. هناخد شوية صور سريعة كده، دي صور بالتلفريك طبعا طلع فوق البلد نفسها. البلد فيها مزارع نخل، هتلاقوا نخل كتير خالص، أنا مناطق حارة، أريحة منطقة حارة، ففيها مزارع فيها نخل كتير، والتمر مشهور خالص هناك في الأراضي دي، في الأراضي الفلسطينية التمر مشهور، والعصير بتاع التمر والبلح التمر الحلو ده موجود هناك. ده التلفريك هوت طالعين على الجبل بتاع التجربة اللي هناك، ده اللي أنا بشاور عليه، ده الجبل بتاع التجربة اللي غرب أريحة. دي صور كلها من فوق من التلفريك من فوق البلد. اللي احنا هنشوفه هنا الدير ده وبس، الباقي تقريبا ما فيش حاجة تانية. والدير كان ممنوع التصوير فيه، احنا بنطلع كده بتاع 100 سلمة على الجبل في جنب الجبل كده، نطلع لحد لما ده المنظر من فوق، ده منظر أريح، ده منظر أريح. طبعا هناك ده الحدود بتاعت نهر الأردن، ودي الجبال بتاعت الأردن اللي بعد نهر الأردن، دي الجبال هي باينة من هناك، ودي أريحة بلد ضخمة خالص من البلاد الفلسطينية اللي ساكن فيها عدد ضخم من السكان، أكبر من بيت لحم، وطبيعتها سهلة إلى حد ما، صحراوية إلى حد ما، مش زي بيت لحم كلها جبال، مش زي أورشليم كلها جبال، دي أرض سهلة. وهنا الأرض بتنزل أكتر عند نهر الأردن بقى هناك. أنا خدت كم صورة بس كده، وده التلفريك رايح جاي بيودي ناس ويجيب ناس. ده المنظر من تاني بتاع أريح. ده المدخل بتاع الدير، وده آخر حاجة هنقدر نصورها علشان خاطر قالوا ممنوع التصوير. هو دير أروام أرثوذكس، أنا مش متذكر بالظبط صرب ولا هم حاجة أوروبا الشرقية، مش عارف يونان ولا صرب، يمكن مش يونان بس حاجة من أوروبا الشرقية أرثوذكس. في مغارة وبعد كده في كنيسة، والكنيسة دي فيها فوق مكان بيقولوا إن ده المكان اللي السيد المسيح كان قاعد فيه وقت المكان يعني الأربعين يوم بتوع الجبل. دي صورة برضو من بعيد، هنا يبقى البحر الميت باين كده من بعيد خالص، هنا البحر الميت، وهنا ده نهر الأردن بيصب كده في البحر الميت في الحتة دي، يعني يبان من هنا، يعني أدي جوجل ماب أهيت. ولو إحنا بعيدنا كده شوية هنلاقي هنا الصورة أهي، وأنا باخد الصورة من هنا بتبين أن البحر الميت على بعد حوالي 15 كيلو تقريبا من أريحة أو أكتر شوية في الحتة دي. البحر الميت طبعا بينزل لتحت أكتر لأنه بينشف، يعني مش محتمل أنه هو ينشف خالص، لكن هو بالمية بتاعته بتنزل. صورة تانية كمان أهي لكل أريحة من فوق الجبل. دي صورة من الدير بس حبيت أخدها علشان هنا في زي منارة صغيرة خالص وفيها جرس للرهبان بتوع الدير.
هي يعني بيحطوا مية، ومع إنه هم المية عندهم قليلة جدا، لكن كانوا ناس طيبين يعني. ممكن أوريكم كمان الصورة دي، دي من جوه الدير، حد صورها وبعتها لي عشان أنا التزمت بعدم التصوير. دي أيقونة للسيد المسيح، وعاملين قدامها مسبح، وهنا الصخرة دي بيقولوا إن اللي كان السيد المسيح قاعد عليها، وكان يعني دي بتبص ناحية الغرب. في الفترة لما جه الشيطان يجربه، بيقولوا إن دي صخرة أثرية وكان عليها السيد المسيح. نرجع تاني لتالت حاجة هناخدها. خلصنا جبل التجربة، هنيجي على بيت زكا بقى. بيت زكا زي ما هنشوف إن ده الكنيسة القبطية يعني قدرت إنها تاخد المكان ده وتعمره وتعمله كنيسة حلوة. يبعد يمكن كيلو ولا حاجة من الشجرة، من مكان ما السيد المسيح قابل زكا وقال له اليوم ينبغي أن أكون في بيتك، فراحوا راح معاه. مكتوب هنا بطريركية الأقباط الأرثوذكس الدير ماري زكا للأقباط الأرثوذكس. أدي الكنيسة، البيت بتاع زكا مترمم ومعمول كنيسة قبطية. حاطين هنا قبل ما أوريكم دي، زكا اتذكر في كم إنجيل من الأناجيل؟ ها سؤال، اتذكر في كم إنجيل؟ واحد. حد يزود؟ خلاص يعني الواحد يبقى واحد. طب فين أنه إنجيل؟ ها لوقا، شكرا. إصحاح هو مش موجود غير في إنجيل لوقا، فإحنا هنحفظ بقى الإصحاح. إصحاح 19، أول باراجراف في إصحاح 19، وآدي لوقا 19 من 1 ل 10. هتلاقوا على في مدخل الكنيسة على يمين الباب كده، الباب من الناحية الشمالية من الكنيسة، القصة بتاعت زكا. ثم دخل أريحة واجتاز فيها، وإذا كان هناك رجل اسمه زكا رئيس لجبات الضرائب العشرين، وكان غنيا وقد سعى أن يرى من هو يسوع فلم يقدر بسبب الزحام. القصة بتاعت زكا لحد لما تاب السيد المسيح، هو كان جاي له مخصوص وزكا ما كانش واخد باله، لكن كان عارف قد إيه اشتياقه، وربنا اشتياقه أكبر، ربنا اشتياقه لينا أكبر من اشتياقاتنا، ونفسه مجرد أن احنا بس نبدي اشتياق يجري علينا وياخدنا في حضنه. وزكا يعني تاب وربنا مجده وقال ده ابن إبراهيم، ابن إبراهيم، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. ده المسبح بتاع الكنيسة من جوه، حاطين طبعا تكييف هنا عشان حر، الأماكن بتاعت أريحة دي حر. دي مقصورة بتاعت زكا، وفي الأيقونة الشهيرة دي. زكا ما اهتمش إنه يعني الناس تقول عليه إيه أو الولاد يستهزأوا بيه، لكن هو عشان يشوف المسيح احتمل. دي ده الحامل الأيقونات، لأن هو البيت صغير ما فيهوش يعني السقف مش عالي، فزي ما انتم شايفين حامل الأيقونات هي كلها دي الكنيسة. وجالنا أب راهب يشرح لنا، دي الأعمدة الأثرية اللي في الجنب بتاعة الكنيسة، ومن هنا زي ما انتم شايفين هنا في باب مفتوح على الأرض، في هنا زي سرداب كده، في سردابين ده وواحد تاني وراه من وراه من هنا. هنا طبعا الهيكل من ناحية دي، وظهر الكنيسة من الناحية دي. في سرداب موجود فيه عظام زكا وأسرته، وفي سرداب موجود فيه عظام شماس كان معتني بالمنطقة في القرون في القرن السادس يمكن. قبر القديس زكا العشر وعائلته هنا موجود تحت هنا، وادي صورة للعظام حطيناها في العظام، حطينا هنا في صندوق إزاز. صورة كمان اهي فيها برضو العظام محطوطة في صندوق إزاز، جمعوها يعني وحطوها في المكان ده، مش معروف مين بالظبط، بس دي العيلة بتاعت زكا والعظام بتاعت. ده موزايك
بتاع الأرضية بتاعت الكنيسة، مكتوب باليوناني ومكتوب عليه هنا يرقد المغبوط تريفون خادم المسيح. ده في القرن السادس من عهد جوستينيان. فعاملين علامة ده يوناني. ده أبونا اللي هناك، وما في اتنين رهبان، واحد منهم جه شرح لنا. وبعدين برضو بحب احنا التشكيل، فجابوا عظام من عظام لعازر حبيب الرب من لارناكا في قبرص، وحطوها وعملوا له مقصورة في بيت زك. يعني هو العازر في بيت عنيا، ملوش دعوة بأريحة، بس احنا يعني ناخد بركة بقى، يعني حاجة من هنا على حاجة من هنا. فدي أيقونة لعازر حبيب الرب، حاجة حديثة خالص يعني، مرسومة سنة 2000 وملخص يعني الحياة، وحطوا جزء من عظامه في المنصورة دي. ده بره الكنيسة بيوري الحاجات الأثرية وبقايا الأعمدة والتيجان اللي كانت موجودة في ذلك، يعني في عصر سابق لبناء وترميم الكنيسة دي. ده منظر الكنيسة من بره. الباب اللي احنا دخلنا منه اهو، العربية دي مغطية عليه. هنا الشرق، ده هنا القبة دي اللي فوق المسبح، قبة صغيرة دي هي اللي فوق المسبح. كده الشرق، احنا دخلنا من الجنب من هنا، ودي كل الكنيسة على بعضها. وده الفصل بتاع الإنجيل اللي احنا قلنا عليه، اللي هو في لوقا 19، حاطينه على الباب بتاع الكنيسة. احنا كده خلصنا أريحة، فاضل لنا حاجة صغيرة أو حاجتين صغيرين، مش هياخدوا مننا وقت، يعني مش هياخدوا مننا 3-4 دقايق. البحر الميت ده زي ما قلت أقل يعني ارتفاع موجود على سطح الأرض، حتى شاطئ كده عاملينه اسمه كاليا، و to the lowest place on earth كاليا بيتش، ده 430 متر تحت سطح البحر. البحر الميت زي ما انتم شايفين بينزل كده، فنزل في السنوات الأخيرة بيقولوا حوالي 100 متر، فالحتة دي نزلت خالص تحت. هنا طبعا من بعيد من الناحية التانية دي الأردن، دي الجبال بتاعت الأردن، وهنا برضو عاملين شواطئ على سواحل الأردن. خدت الصور سريعة كده، وعاملين زي شاطئ الناس بتنزل، بيبقى الطينة نفسها بتاعت الأرض، المية فيها يعني أملاح قد تكون مفيدة لعلاج بعض الأمراض، يعني مش طبعا مش حاجات طبية، لكن ممكن يكون مفيدة لعلاج بعض الأمراض. ففي الناس بتاخدها وتقعد تدهن بيها جسمها، واللي عندهم صدفية واللي عندهم روماتويد وحاجات زي كده. أدي بننزل تحت بقى خالص كده، وعاملين إيه زي شواطئ كده للناس. التربة زي ما أنتوا شايفينها تربة طينية إلى حد كبير، والناس هنا هي بتدهن جسمها بالطينة بتاعة المية. عاملين مكان للسباحة محددينه، ودي بقية البحر الميت. طبعا ميت لأنه بسبب الملوحة العالية جدا جدا، أكثر من 10 أضعاف الملوحة الطبيعية، ما فيش أي حاجة حية موجودة فيه، لا نباتات ولا أسماك. وهنا أوريكم دي المكان، ده الجبال بتاعت نهر الأردن بتاعت الأردن، وهنا برضو بلاد فيه برضو مباني سياحية وشواطئ على نهر الأردن، والبحر بينزل أكتر وأكتر، البحر الميت. هنا بوريكو هنا الملوحة بتاعت الأرض، يعني حتى دي كانت فيها مية زمان، بس شوفوا الكمية الملح اللي موجودة في الأرض. خلصنا دي بسرعة، ونخلص كمان المغطس. المغطس ده المكان اللي احنا قلنا انه فيه مكان المعمودية بتاع السيد المسيح.
هذه المكان هو هنا الحتة دي في نهر الأردن المتعرج، فيها حتة شوية واقفة هنا وفيها شوية بركة مية يعني صغيرة ما تجيش تلت الكنيسة كده، ودي اللي بينزلوا فيها ياخدوا بركة. وده زي ما قلت لكم كان ملتقى القوافل، وكله كان بيطلع منطقة مفصلية كان كله بعد كده بيطلع منها على أورشليم. ده الموقع بتاع المقدس. ولو خدنا بسرعة بعض الصور اللي فيه، احنا ده كده احنا رايحين المكان بالأوتوبيس، وبعدين هنا في زي دير قبل المكان على طول، ومن بعيد من الناحية التانية عند الأردن في دي الكنيسة دي مباشرة على المكان على المغطس، بتطل على المغطس. لكن الثلاث كنايس دول موجودين في الأردن، ودول حاجات حديثة خالص. الملك عبد الله ملك الأردن الحالي وهب أرض لثلاث طوائف بتوعنا المشهورين، الأرمن والسريان والأقباط، وقال لهم ابنوا حاجة تبقى قريبة علشان يشجع السياحة من الأردن، يشجع السياحة للمغطس. لأنه هتشوفوا دلوقتي أن المنطقة هنا لما عاملين فيها زي حاجز كده علشان يقولوا أن هنا الحدود بتاعت إسرائيل وهنا الحدود بتاعت الأردن. فعملوا كمان في جانب ناحية الأردن من بعيد شوية عملوا الثلاث كنايس دول. طبعا احنا كأقباط ايه بنحب العالي، فالمنارة العالية دي بتاعتنا احنا الأقباط، وتحتها كنيسة، وهنا ده السريان وهنا الأرمن. ده مكان اهو تاني هنقف، موقع المغطس ويعني التعليمات، الناس بتلبس زيتونية بيضة وتنزل في المكان في المية، المية اهي المية اهي، وهنا في زي خط كده للفاصل بين الأردن وبين إسرائيل، مية هنا ركنة، فمكان الناس بتنزل فيه بيلبسوا زي ما قلت. دي الكنيسة القبطية من على بعد، دي اللي في الأردن اللي مبنية جديد بالمنارة العالية بتاعتها. هنا دي المية اهي، وادي الناس بتنزل في الحتة دي. اخواتنا وحبايبنا اللي كانوا معانا في الرحلة لبسوا التواني بتاعتهم ونزلوا المية بلبلوا رجليهم وشطار وخدوا بركة. طبعا دي القائدة كانت مدام عفاف برضو نزلة بالوكر برضو يعني ربنا يقويها، نزلوا بلبلوا رجليهم وخدوا صورة هنا، والناس كلها بتلبس حاجات شبيهة يعني بيحبوا تبقى حاجات تذكارية، يعني هي كلها حاجات سياحية. في ناس بتحب بقى تقول لك أنا ألبس التونيا دي أو حاجة شبيهة كده بالتونيا، ويبقوا يحطوني فيها يحطوا الجسد فيها لما أموت، يعني إلى حد ما كلها حاجات مش وحشة يعني. نزلوا كده شوية وتصوروا، وأنا طبعا كنت واقف فوق شاوروا لي وخدت لهم صورة وهم حاطين رجليهم في المية. في زي سلم كده بينزلوه وينزلوا في المية. ده المغطس، ودي الكنيسة اللي في الأردن اللي هي على يعني across the side عبر الناحية التانية من الأردن، دي كنيسة أروان. دي المجموعة بتاعتنا. شكرا جزيلا. خلصنا النهاردة تقريبا في الميعاد، يعني متأخرين دقيقتين بس. إن شاء الله الأسبوع الجاي أنا هكون مش موجود، لكن إن شاء الله نكمل الأسبوع اللي وراه، وإن شاء الله نكمل هنطلع شمالا بقى، هنطلع شمالا وناخد نابلس اللي هي السامرة وجبل طابور والناصرة وقنا الجليل إن شاء الله. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. حد عنده تعليق أو سؤال؟ مش عارف يعني حسب الوقت.
طيب اي تفضل. هل الصور دي ليها باك جراوند من الحقيقه ولا دي من their imagination يعني؟ الايقونات الايقونات معظم الناس شبه بعض يعني الفيس شبه الايقونات الايقونه الارثوذكسيه ليها ملامح وفي ايقونات احنا كارثوذكس ملتزمين بيها. أيقونة الميلاد ليها شكل، أيقونة القيامة ليها شكل، أيقونة التجلي ليها شكل، أيقونة عرس قانا الجليل، أيقونة إقامة العذر، في أيقونات كده ليها، أيقونة الصعود ليها، فيها طبعا كل فنان بيقدمها بطريقته يعني وبلمسته، لكن في حاجات احنا ما يعني ما ينفعش ان احنا نخترع فيها. الأيقونة الأرثوذكسية مثلا للقيامة إن السيد المسيح بيقوم البشرية. أهي. أهي. بيقوم آدم وحواء من الأب من الجحيم. أهي هناك. الأيقونة الأرثوذكسية. أهي. تبقوا بصوا فين؟ لا. أيقونة أيقونة القيامة أهي. فمش هينفع إن أنا أحط أيقونة القيامة بشكل على مزاجي. هي دي أيقونة القيامة. لكن في ايقونات تانية نقدر نصورها، احداث من الانجيل زي ما انت شايفه هنا مثلا، ايقونة الثلاث فتية في اتون النار، يونان، سلم يعقوب، ابراهيم واسحاق، ملكي صادق، الفلك. في ايقونات كل حاجه من الانجيل ممكن تتصور بشكل معين، ولكن طبعا الفنان القبطي بيهتم بملامح معينه في العينين وفي النور بتاع الصوره يبقى ازاي وكده. ففي حاجات فيها ممكن التصرف، وفي حاجات احنا لازم نبقى ملتزمين بها. اما الايقونات اللي هي بتشوفيها في الكنائس اللي يعني زي ما انا عرضت بعضها في الكنائس الارثوذكسيه اللي مغطيه الكنائس الارثوذكسيه، معظمها احداث من الكتاب المقدس. اما ايقونات القديسين فبحسب ما احنا يعني بتبقى فيها الرمزيه غالبه على الشكل الطبيعي. طبعا بيتخيلوا شكل الشخص وحسب كمان نوع الفن، هو مش كله فن بيزنطي ومش كله فن لاتيني، في انواع من الفنون حسب الفن بيطلع الوش بشكل معين. كل ايقونه لها رموز ولها معاني. تفضل. بيت عنيا فين او بيت زكا؟ بيت عنيا اقصد بيت العذر. بيت العذر في بيت عنيا. وفي على الخريطة بيت عنيا، على الخريطة هوري لك. بيت عنيا 3 كيلو من أورشليم، في الجنوب الغربي من أورشليم. أدي أورشليم أهي. ادي اورشليم القديم اهي، وده جبل الهيكل صح، ده جبل الهيكل، وادي المسجدين اهم، وادي ادي المسجد الاقصى، وادي مسجد قبه الصخر. واضح؟ دي اورشليم القديم. بيت عنيا هنا على طول، انا همشي كده، ده جبل الزيتون، في ظهر جبل الزيتون من الناحيه دي بيت عنيا، بيسموها العذرية في الحتة دي كده. يعني هنا ده جبل الزيتون اهو، وهنا
العازري. نعم الجنوب الشرقي، انا قلت غلط ايوه الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي بصوا هنا مكتوب ايه؟ لازاروس توم، واضح؟ ادي قبر العازر، شايفين؟ فهنا العازري او بيت عنيا يسموها بعد كده العازريه نسبه للعازر، وهنا ده قبر العازر. والسيد المسيح كان جاي منين لما نعم؟ كان السيد المسيح كان فين لما كان جاي في الطريق وقالوا له ان العازر حبيبك مات؟ كان في حته جنب، كان جنب نهر الاردن كده، كان في حته جنب نهر الاردن. لان يعني القصه بتاعت العازر في يوحنا 11 قبليها في يوحنا 10 بيقول انه راح عند الحته اللي كان يوحنا بيعمد فيها، والناس بهروا بيه وقالوا يوحنا ما عملش آية واحدة لكن كل اللي قالوا عن الشخص ده صحيح، فأمنوا بالمسيح. كان في الحتة دي، كان في المنطقة دي. فهنا جه بقى هنا ده جبل الزيتون، وفي ظهره على طول من على شرقه جنوب شرقي بيت عنيا. فجه بقى من المنطقة بتاعت جنب نهر الأردن وجنب أريحة وراح لهم منطقة بتاعت 40 كيلو مثلا، وطلعوا على الجبال دي. ما هي المنطقة دي كلها شايف دي كلها جبال، كلها جبال، بس بيت عنيا ما تشوفش أورشليم لأن جبل الزيتون في السك، واخد بالك ازاي؟ اهي أورشليم القديمة اهي، ودي المسجدين اهم، دي أورشليم القديمة اهي، كنيسة القيامة اهي، اهي تشيرش اوف ذا هولي سيبلكر. فهنا جبل الزيتون مغطي على بيت عنيا، ادي العازر توم اهو، لازاروس توم. فما ما ما هنا الجبل ده اعلى من اورشليم، جبل الزيتون. فتطلع كده يعني السيد المسيح كان بايت في بيت عنيا ليله حد الزعف، وبعد كده طلع على جبل الزيتون ونزل من منحدر جبل الزيتون ودخل اورشليم. واضح؟ الحته دي بتاعت 2 مايلز ما بين اورشليم القديم وما بين بيت عنيا. طبعا الطرق دلوقتي احنا عشان نطلع اريحه، وهنا بيت فاجي اهي، بيت فاجي في السكه. يعني هنا بيت عنيا وهنا بيت فاجي. اقرب شويه لاورشليم. شمال غرب بيت عنيا. بيت عنيا، بيت فاجي، اورشليم، وبنعدي في السكه على ايه؟ على جبل الزيتون. واضح؟ احنا واحنا طالعين على اريحه طبعا السلطات الاسرائيليه دلوقتي عامله هاي واي جوه جبل الزيتون. ندخل جوه الجبل بدل ما نطلع الهاي واي، داخل جوه الجبل نفق طنل جوه الجبل طويل، نطلع منه الناحيه الثانيه كده نشوف بيت عنيا على ايدينا اليمين بقى، ونكمل السكه بقى ايه على اريحه. واضح؟ يعني نطلع من اورشليم من هنا ونعدي كده في الهاي واي ده ونطلع على طول على هنا على اريحه. قدسك قلت ان في بيت زكا جزء من بيت زكا هنا في اريحه، هنا في اريحه احنا ده اورشليم اهيت وبيت عنيا جنبها، وهنا بيت زكا جزء من الرفات بتاعت العازر راحت عند بيت ده لسه من كام سنه، ده جابوها من قبرص. زكا بعد ما عاش كمل مده طويله وبقى اسقف في قبرص، خدم في قبرص وانتقل في قبرص، وجسده موجود، عظامه انا شفتها بعينيا موجوده في لارناكا في قبرص في كنيسه اثريه باسمه، باسم لعازر حبيب الرب، كان اسقف قبرص، وده موجود عندنا في التقليد الكنسي وفي السنكسار ان هو كان اسقف في قبرص. فهي دي مالهاش دعوه بدي خالص، هم جابوا جزء من جسده زي ما احنا بنجيب اجزاء من اجساد القديسين تبقى بركه في الكنيسه. اسئله اخرى؟ طيب اتفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا الصالح نشكرك يا رب، امن يا ربي اتيت يا ربي لينا متجسدا وليك اثر يا ربي في اماكن على هذه الارض
باركت يا ربي الأماكن اللي زرتها، ولكن يا ربي لم تأتي لتبارك مكان، ولكن لتبارك يا ربي العالم كله. وأكثر من هذا تبارك يا ربي أعماقنا بأنك تسكن فينا بشكل سري من خلال روح القدوس ومن خلال أسرارك المقدسة. يدينا يا رب نكون هياكل مقدسة ليك يا رب، ثبتنا فيك. يدينا يا ربي حياة مقدسة ترضيك أكثر يا ربي من إن إحنا مجرد أماكن نزورها، لكن نكون إحنا هياكل حية ليك يا رب. بارك علينا بكل بركة بشفاعة أمنا العذراء الطاهرة مريم أولا وأخيرا، وكل من صاف القديسين والشهداء. يقبلنا إليك عندما ندعو بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة نوبة تعطية روح قدس تكون مع جميعكم. دو بسلام، سلام الرب يكون معكم.